اليوم طريقنا على الشمال، رايحين على ضيعة اسمها بخعون بالضنية، بعيدة 20 كيلومتر شرق طرابلس. مشوار بعيد عن بيروت، بس بوعدكم رح تشوفوا شيء ما بعتقد شايفينه قبل. هيدا قصر الأحلام. بداية هذا القصر كانت كبيت عم يعمره محمد هوشر لعائلته. خلال أعمال الديكور لفت نظره شغل الموزايك، وظل يطور البيت لحتى صار على الشكل اللي احنا عم نشوفه اليوم. بعد وفاة السيد محمد هوشر، ابنه طلال هوشر استلم البيت، وهو اليوم المسؤول عن تطوير هذا المشروع. انتوا راجعين من قصر الاحلام، مرقوا على طرابلس لتذوقوا بوزة فريدة من نوعها. هيدا اشقش سلو، جايين نجرب عنده البوزة على ليمونادة. يلا Thank you.